الصلاحية عشان نشوف افتتاح التوسعات الجديدة في مصنع ميدل إيست للقاحات البيطرية، هو المصنع الوحيد اللي انشأه القطاع الخاص في مصر. خليكم معنا. في سنة 2011 بدأ إنشاء مصنع ميدل إيست للقاحات البيطرية كأول مصنع قطاع خاص من نوعه في مصر بشراكة مصرية أمريكية فرنسية، وفي سنة 2015 بدأ الإنتاج فعليا بأفضل المعايير الدولية بهدف مكافحة الأمراض الحيوانية والداجنة. ومن سنتين تحديدا بدأ إنشاء توسعات جديدة في مصنع ميدل إيست للقاحات البيطرية، وده للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من اللقاحات البيطرية وتصدير الفائض لأفريقيا وآسيا والوطن العربي. وطبعا التوسعات فيها أحدث معدات في العالم لتصنيع اللقاحات البيطرية وبأعلى جودة. التوسعات الجديدة عبارة عن مصنعين في مصنع واحد، الأول لإنتاج اللقاحات المستضعفة من عطرات محلية، والتاني مصنع اللقاحات المثبطة وده بينتجوا فيه لقاحات الإنفلونزا H5 H9 واللقاحات الثنائية بطاقة 2.5 مليار جرعة سنويا. تعالوا بقى نسمع شهادة خبراء الطب البيطري والأمراض الحيوانية والداجنة عن التوسعات الجديدة وأهميتها بعد جولة كبيرة قمنا بيها داخل التوسعات الجديدة في المصنع. دلوقتي هنقابل الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهو مؤمن تماما ان مصر لازم يكون فيها مصنع واثنين وثلاثة للقاحات البيطرية، ده طبعا عشان حماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية. حضرتك دائما في مرمى النار، انت رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جميع المشاكل سواء في قطاع الدواجن او في الماشية، يا دكتور في مشكلة في حتة الفلانية، ايه هو وضعنا الحالي في مصر تحديدا بالنسبة للقاحات البيطرية وتأمينها وخصوصا بالنسبة للقاحات السيادية؟ احنا بالنسبة للتحصينات عندنا من الانتاج المحلي ما يتم تأميننا ممكن نقول نعدي الممكن 60% أو 70% من التحصينات السيادية. بالنسبة للدواجن ممكن يكون دواجن الانتاج المحلي بتاعنا ممكن يغطي في حدود من اقول من 9% إلى 10%. بقية التحصينات ممكن بتكون الكميات دي بيتم استيرادها من الخارج. فهو الموقف عندنا الحمد لله في عندنا ثلاث جهات بيتم الانتاج المحلي من التحصينات، في المعمل الانتاج اللقاحات بتاع العباسية ده يتبع معهد البحوث الزراعية ويتبع وزارة الزراعة، وده برضو انتاج بينتج اللقاحات والأمصال للسيادية اللي أنا بشتغل عليها، وبرضو بينتج للدواجن. الدواجن برضو أنا عندي هو ومصنع في فاكسيرا وفي المصنع ميفاك اللي احنا في موجودين فيه النهاردة، اللي هو بيفتح برضو توسعات جديدة بحيث ان يزود الطاقة الانتاجية بتاعته. ده أنا بعتبر هذا ده برضو إنجاز ان احنا نبقى نشتغل ونعتمد على انفسنا بحيث ان يبقى انتاجنا من عترات محلية العترات اللي موجودة جوه مصر، ما يبقى عندي لقاحات من العترات ديت بتبقى اكثر تأثيرا. الدكتور عبد الحكيم محمود علي مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية هو الرقيب الاول على جودة اللقاحات البيطرية المتداولة في مصر، وسواء لقاح محلي او مستورد اختبارات المعايرة والتحدي اللي بيقوم بيها المعمل هي اللي بتحسم جودة اللقاح. ايه تقييمك لهذه التجربة وهذا المصنع ورايحين على فين؟ فعلا كل المعايير او كل الريكويرمنتس او المواصفات المطلوبة للمصنع هي متوفرة في المصنع. طبعا احنا عندنا عجز، يعني احنا بنستورد تقريبا حوالي 90% من اللقاحات، احنا عايزين نوفر العملة حلك. فان احنا لما نيجي نسمع النهاردة ان لا ده مش بس بنوفر العملة من خلال انتاج محلي ولكن كمان بنصدر، يعني بندخل عملة، فده شيء يعني احنا كلنا كمصريين نخدلك بنسعى ليه. معايرة اللقاحات البيطرية واختبارات التحدي يعني مدى قدرة اللقاحات سواء المستوردة او المحلية على التصدي للامراض الحيوانية والداجنة، والضوابط المصرية حددت التصدي بنسبة 80% على الاقل كشرط لاجازة اللقاح، واقل من كده ولو 1% يترفض فورا وتعدم الكميات. نقدر نسعفهم بالمعمل بتاعنا بان احنا نقدر نختبر اللقاحات بتاعتهم سريعا، ننجز في اختباراتها، نقول كويسة ولا وحشة، قادرة على تصدي الامراض ولا لا. عندنا القدرة دي مهما توسعت الصناعة.
الحمد لله احنا عندنا المعمل الوحيد اللي موجود في منطقة الشرق الاوسط اللي بيضاه المعامل بتاعت كندا بتاعت امريكا بتاعت اوروبا. كل الشركات العالمية والاسامي الكبيرة دي كلها بتخشى المعمل ده وتكون بيبعتوا احسن حاجة عندهم، لان احنا عارفين احنا مفيش شركة عالمية ما ترفضلهاش لقاح طالما ما بيحققش. فانا بس بحب اطمن حضرتك وبطمن السادة المشاهدين، لا اللقاحات دي بتعامل معاملة صارمة. احنا محتاجين الصناعة الوطنية للقاحات البيطرية، ولازم انتاجنا يبقى متوافق مع المعايير الدولية مش المصرية، ويبقى في المصانع اقسام للجودة والتفتيش على المنتج، ونصرف بجد على البحث العلمي والتطوير، ويكون ده هو المحرك الرئيسي للإنتاج. يعني باختصار بلاش نخترع العجلة. الدكتور محمد سعد هو رئيس معهد بحوث الأمصال واللقاحات في العباسية، هو واحد من أعرق المعاهد المصرية، منشأ سنة 1903، هو المسؤول عن إنتاج لقاحات الثروة الحيوانية والداجنة في بلدنا. دكتور، خلينا نتكلم ان احنا بقالنا سنين طويله جدا نحن من ننتج لقاحات الثروه الحيوانيه والداجنه في مصر والخيول، الان بقى ليك منافس. انا بسميه كده، بقى ليك منافس ومنافس قوي داخل مصر. انت بالنسبه لحضرتك، هل هو منافس ام سند لتوفير لقاحات البيطريه لثروتنا الحيوانيه والداجنه؟ أستاذ محمد، أنا بعتبر المصانع اللي بتنتج في اللقاحات في مصر وإنشائها وعلى الطراز العالمي زي اللي احنا شايفينه هنا دلوقتي بيعتبر نوع من الشراكة والتعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل حماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر. فبيتم دلوقتي التجهيز لتعاون مشترك ما بيننا وما بين مصنع الميفاك علشان نقدر ان احنا نوفر ونقلل الجاب الاستيرادي من حجم اللقاحات لتوفير العملة الصعبة، وفي نفس الوقت توفير اللقاحات بالعطرات المحلية اللي بتحمي الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، وده هيكون في صالح المربي اولا وفي صالح البلد ثانيا، لان احنا ممكن بعد كده برضو هنتعاون ان شاء الله ان احنا نخش مرحلة التصدير مع تعاون ما بيننا وما بين المصانع المحلية وعلى اصحاب مصنع الميفاك او المصنع الخاص ينشئ في جمهورية مصر العربية، وان شاء الله التعاون ده هيثمر عن شيء جيد يعلن عنه في القريب العاجل ان شاء الله. الدكتور عصام عبد الشكور فرحات، مدير الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ليه دور كبير في النهوض بصناعة اللقاحات البيطرية في مصر. عايز أعرف منك إزاي الضوابط بتاعتنا اللي احنا حاطينها عشان نضمن إن الصناعة دي اللي دلوقتي بدأت تنمو بشكل كبير جدا تسير بشكل صحيح. احنا منوط بينا الاجراء او عمل تسجيل اي لقاح بيطري سواء مستورد او محلي. احنا المسؤولين عن الاستيراد او التصدير للقاحات البيطرية. حقيقة احنا بنذلل كل العقبات قدام الانتاج المحلي عندنا عشان احنا نفسنا يجي اليوم زي ما قلت ويحصل الاكتفاء الذاتي من اللقاحات عندنا. طبعا هذا الصرح مش هيفتح ومش هيشتغل عشان يكتفي بانتاجه المحلي فقط هنا في مصر، لازم طبعا يتجه للتصدير، واحنا بنشجعه على ده لان تصدير معناها توفير عملة صعبة، تصدير معناه انتاج اكتر وتوفير فرص عمل لناس اكتر. لازم ننتبه لضرورة الاختيار الجيد للعترة الفيروسية اللي هنصنع منها لقاحات المكافحة للمرض الحيواني او الداجني، يعني نحدد العترة بمسح وبائي شامل على مستوى الجمهورية، وكمان تخضع لاختبارات عملية وفنية دقيقة جدا، مش ناقصين اي تحور جديد في الامراض المتوطنة ببلدنا من الاساس. دلوقتي هنقابل الدكتور ممتاز شاهين رئيس معهد بحوث صحة الحيوان. القطاع الخاص ينمو في اللقاحات البيطرية وفي تصنيعها، وده لقاء وده قطاع كنا بنفتقده على مدى سنوات طويلة جدا، كان انتاجنا من مثلا من 4-5 سنين كان 4%. هنتعاون معاه ازاي؟ هو استاذ محمد، هو اوريدي في تعاون، يعني الشركه النهارده الصرح العلمي الانتاجي الفخم اللي كلنا بنفتخر بيه، بيقول لك افتخر، دي ارض مصريه عليها مباني مصريه بكتيبه مصريه بانتاج مصري. اوريدي احنا في بروتوكول تعاون مع شركه ميفاك، بنمدها بالمعزولات المحليه، لان زي ما حضرتك عارف اي لقاح مش متركب على معزوله محليه تم عزلها ما بيبقاش فعال
ولا يدي اي مناعه للحيوانات الا تكون المناعه تبقى قليله او عبال ما يحصل ادابتيشن تعود لهذا اللقاح او العتره اللي موجوده في اللقاح المستورد يبقى بياخد وقت. الدكتور خالد العامري رقيب الاطباء البيطريين المصريين والعرب، كنا لازم نهنيه بعد تعيينه عميد لكليه الطب البيطري في جامعه القاهره، وهو يستحق. صناعة اللقاحات البيطرية بتنمو بقوة، وده لازم يتواكب مع تحرك كليات الطب البيطري في الجامعات لإنشاء أقسام متخصصة في الصناعة ومعداتها وتكنولوجياتها والدراسات المتخصصة في علوم المناعة. سعيد أوي بزيارتك النهاردة المصنع في الافتتاح، وعايز أعرف تقييمك لنمو، خلينا مش نتكلم على المصنع في حد ذاته، نتكلم على نمو الاستثمارات في هذا القطاع، قطاع اللقاحات البيطرية المصرية. الحقيقة صناعة وطنية بالدرجة الأولى بيوفر لمصر فلوس كتير جدا، بيأثر تأثير مباشر في الأمن الغذائي المصري، في الثروة الحيوانية المصرية، وخاصة الطب البيطري طب وقائي، وبالتالي عشان تعمل وقاية بالدرجة الأولى من ضمن الأساليب الوقاية إنك تنتج لقاح آمن وفعال. فهو الحقيقة ماشي في الطريق دوت، مش بس كمان كده بينتج لقاح من عترات أو معزولات أو بكتيريا أو فيروسات من البيئة المصرية، أي يعني عترات محلية، ودي تأثيرها على الجهاز المناعي للحيوان أعلى بكتير من تأثير المستورد. فيبقى بيأمن لك الشغل، بيعلي لك الكفاءة بتاعته، بيوفر لك عملة صعبة، لأن مصر تستورد 95% من اللقاح مستورد، وبالتالي بيوفر عملة صعبة كتير جدا. الدكتور مجد السيد هو رئيس مجلس إدارة شركة ميدل إيست اللقاحات البيطرية ميفاك، والأستاذ بكلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، جدع بجد ومغامر وخاض التجربة بنجاح، وفعلا أنشأ أول مصنع قطاع خاص للقاحات البيطرية في مصر. ركزوا معي. هبدأ مع حضرتك من حتة بعيدة شوية. سنة 2007-2008 حضرتك كنت بتكلم وزير زراعة في أحد الافتتاحات المهمة جدا، وهو تحديدا المهندس أمين أباظة، افتتاح أجرينا المعرض الكبير للصناعات البيطرية. حضرتك قلت له احنا بننتج من لقاحات البيطرية حوالي 4%. كان ساعتها بداية إنشاءات المصنع بتاع حضرتك هنا. احنا النهارده فين؟ وصلنا لإيه؟ النسبة دي اتقدمت ولا لسه زي ما احنا واقفين عند 4%؟ اوكي، اهلا وسهلا بكم. الاول حضرتك فكرتني بحاجه جميله قوي على فكره، لان المهندس أمين أباظة انا لازم افتكره النهارده بالخير، لان هذا الرجل اول ما رحت قابلته في اجريدا وفي مكتبه كان متحمس جدا، وقال لي يا ابني شوف انت محتاج ايه، اللي انت محتاجه هنعمله لك. فدي كانت بدايه يعني ايه الاحساس باهميه، الناس حاسه باهميه الموضوع. زي ما حضرتك بتقول مصر ما بتنتجش لقاحات الا 4% او 5% من لقاحات الدواجن من خلال معهد محترم حكومي اللي هو معهد اللقاحات والامصاف العباسيه. هذا الوقت حصلت مشكله انفلونزا الطيور، وكان عندنا مشكله كبيره، كل لقاحاتنا استيراد. في هذا الوقت جت الفكره وخدنا الموافقه المبدئيه من وزير الزراعه، ثم موافقات اخرى من الهيئه العامه للقاحات البيطريه، ومشينا في اجراءاتنا اللي خدت 5 سنين علشان نوصل يبقى عندنا مصنع لانتاج لقاحات. النهارده حضرتك جاي بتحتفل بتوسعات، طب احنا ليه عملنا توسعات؟ ده سؤال. لان احنا لما فتحنا المصنع بصراحه احنا كنا خايفين. كنا خايفين هل المصنع ده هيتم قبوله؟ هل الناس دي حاسه بدور اللقاح الوطني؟ هل في مصر ممكن يعمل شيء جيد ولا لا؟ فكنا بنتحسس الطريق. بعد ما افتتحنا في 2011 وشفنا شغلنا وجبنا خبرات عالميه، جبنا مكان على اعلى مستوى، عملنا تريننج للناس وتدريب، لقينا نجحنا الحمد لله، قدرنا نحط رجلينا في الارض صلبه، لقينا المربي اللي كان بيقول يعني ايه لقاح محلي، انا معقول اخد لقاح محلي؟ لانه مش عايز ياخد غير اللقاح المحلي، لانه بدا يحس باهميه وكفاءه اللقاح المحلي. دكتور مجدي، احنا دلوقتي في المرحله الثانيه، والنهارده الافتتاح، الاضافه اللي اضافتها المرحله الثانيه للمرحله الاولى في الطاقه الانتاجيه. احنا اول حاجه عملناها ان احنا نقلنا من المبنى القديم لقاحات الدواجن كلها للمبنى الجديد. فأصبح المبنى ده فقط لانتاج لقاحات الدواجن. في المبنى القديم كنا بنقدر ننتج 200-300 مليون جرعه لقاحات للدواجن. لما اتنقلنا للمبنى الجديد وجبنا مكان تاني بقدرات اعلى،
احنا نقدر النهارده ننتج 900 مليون جرعه لقاح من لقاحات الدواجن الانكتيفيتد او المثبته او اللقاحات الميته. فاحنا اصبحنا عندنا قدره لزياده الانتاج 3 اضعاف من 200-300 مليون جرعه الى 900 مليون جرعه. الاهم ان احنا كنا بدانا انتاج اللقاحات الحيه من شهرين 3 في بدايه الانتاج للتسجيل وخلافه. النهارده في المبنى الجديد عندنا جزء كامل للقاحات الحيه، لقاحات الدواجن الحيه نقدر ننتج منها 1.5 مليار جرعه لقاح دواجن. يعني النهارده لو الدوله قالت في مشكله ما او مرض ما عايزيننا في مصر ننتج اللقاح يغطي جمهوريه مصر العربيه، نقدر ننتج بس هذا اللقاح ونغطي جمهوريه مصر العربيه. التعاون ما بينك وبين معهد حسن امصار اللقاحات في العباسيه وفاكسيرا لو تعاون كامل ام تنافس، واحنا انت بتتنافس وانت قطاع خاص واحنا قطاع حكومي وبننتج وبندخل السوق مع بعض والمربي هو من يختار. حقيقه لا يوجد تعاون بيننا وبين معهد اللقاحات العباسيه حتى الان، لكن انا النهارده دعيت مدير معهد اللقاحات والامصار في العباسيه دكتور محمد سعد والراجل شرفنا هو والوكيل، والناس دي بصراحه انا سعيد جدا بتشوفهم هنا النهارده. وانا قلت في المحاضره معهد العباسيه بجانب ميفاك بجانب شركه جديده تتفتح قريب احنا نعمل اتفاق ذاتي لمصر. احنا يا دكتور محمد لابد ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض لصالح الدوله لصالح مصر لصالح ان احنا نحمي مصر من المشاكل اللي عندها. هل متوجهين للتصدير؟ هل بنفكر في التصدير؟ لان انا عندي ده معناه ان في ثقه في المنتج المصري او ثقه في اللقاح المصري. تمام. طبعا انا بقول ان انتاج اللقاحات في مصر هيوفر عمله لان احنا مش هنستورد. لكن الحمد لله احنا اجتزنا الموضوع ده كمان وبدانا نفكر في التصدير بعد ما زودنا الطاقه الانتاجيه. احنا اوريدي صدرنا لقاحاتنا لبعض الدول المحيطه زي الكويت، الامارات، المملكة المغربية، وإن شاء الله والعراق كمان، وإن شاء الله خلال شهرين 3 اللي جايين دول عندنا طلبية لقاح لباكستان. لك أن تكون فخورا إن في مصر بعد ما كانت من 5 سنين ما فيش غير معهد الحكومي، النهاردة بقى في قطاع خاص بينتج لقاح وبيصدر للدول المحيطة. التوسعات الجديدة بمصنع ميفاك، مصر بقت دلوقتي بتمتلك في القطاع البيطري أول جهاز لتكفيد اللقاحات أو تحويلها من الصورة السائلة لأقراص صلبة، وده لحفظها لأطول فترة ممكنة خلال فترة التداول المختلفة. في التوسعات الجديدة أنشأوا معامل عالية التعقيم بنظام البايو سيفتي ليفل 3، يعني أعلى مستوى من الحماية، وده لخدمة جميع خطوط الإنتاج من مراحل الخلط ولغاية التعبئة للقاح، وطبعا ده عشان الفيروسات الخطيرة اللي بيتعاملوا معها. مصانع ميدل إيست اللقاحات البيطرية ميفاك بقت من الدروع المهمة لحماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقريب جدا هيكون لي دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من اللقاحات البيطرية. قريبا في برنامج الجدعان، انتظروا المؤتمر العلمي لمجموعة روند فيتا لأعلاف هيرمان تحت رعاية الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2017 في سهل حشيش. مفهوم جديد لتغذية الحيوان في مصر بحضور ممثلي الشركات العالمية جي بي اس الأمريكية، أداكان الممثل التجاري لجي بي اس الأمريكية، برونتو الأوكرانية، أوفا الهولندية، وخبير التغذية المصرية العالمي الدكتور طارق مصطفى. وانتظروا المفاجأة الكبرى التي تعلنها شركة روند فيتا لأعلاف هيرمان، والتي تساهم بصورة مباشرة في خفض أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية. روند فيتا، رغم كل التحديات شعارنا تحدي الصعاب. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يلتقي المهندس عادل منصور خبير الاستزراع السمكي والأعلاف، والذي يتحدث من واقع خبرته عن مشروعات الدولة الكبرى في الاستزراع السمكي، ويضع روشتة نجاحها وخاصة مشروعي قناة السويس للاستزراع السمكي وبركة غليون.